والمعصية إذا تعاون عليها الناس، إذا تعاونوا على المعصية كامل يستوجبون عذاب الله، يولي ربي سبحانه وتعالى يعذبهم لأنهم اتفقوا كامل عليها. بس أكيد يكونوا في وسطنا هكذا، واحد يدير معصية، واحد ما يعجبوش الحال، بس أكيد توافقوا كامل، واللي يدير معصية يقولوا خليها ربي يسهل عليها. كيفاش ربي يسهل عليها؟ كيفاه؟ كاين بزاف ناس يقولوا كلام هذا، سيدة ودير الغنى يا رجل خليه ربي يسهل عليه ما دخلش روحك فيها. كيفاش يسهل ربي على واحد دير الغنى؟ كيفاه؟ راهو يسرق في الناس ما دخلش روحك فيها، خلي ربي يسهل على كل واحد. كيفاش يسهل على كل واحد هذا؟ تسمى ربي انا ندعو له ربي يسهل على اللي يشرب الخمر، ويسهل ربي على الانسان اللي يرتكب الفاحشه، وربي يسهل على انا ندعو يا ربي يسهل عليهم هذو كامل. ما تزيدش تقول هذه يا اخي، ما تزيدش تقول الله يسهل على كل واحد. لما تترك الامر بالمعروف ونهي عن المنكر ما عندكش شجاعه، ما عندكش ايمان، ما عندكش غيره على دين الله عز وجل، وما قدرتش، كنت جبانا ولا تستطيع ان تنكر المنكر او تعلم الناس الخير، ما تزيدش تقول كلمه الله يسهل على كل واحد، اللي يحب يسرق يسرق، واللي يحب يفسد يفسد، واللي يحب يعمل يعمل. اتق الله، هاك تدعو لهم، انت تدعو لهم باش ربي يسهل لهم. ولذلك الان لما تشوف روحك حاجه كيما هذه على الاقل انكرها بقلبك، انكرها بقلبك على الاقل. قال هذه انا ما نرضى بها ولا نرضى بصاحبها، وانا مانيش راضي بالامر هذا، ولو اني مانيش قادر ننكر المنكر بصح ما نرضاش به. وادعوا الله عز وجل يرفع عنا الهم هذا. فاذا الانسان يدعو للناس ربي سهل، رب الله يسهل على كل واحد، كل واحد ربي يعاونه، وش يعاون ربي سبحانه وتعالى؟ فلهذا هذه الكلمه خطا. احنا ندعو الله عز وجل يسهل ربي عز وجل للناس اللي راهم يعلموا الناس الخير، الناس اللي راهي تعبد في ربي، هذو نسال الله يسهل لهم. اما الناس اللي تعصي في ربي الله يصرف عنهم المعاصي هذه، والله يصرفهم عن المعاصي.